يا هلا والله بالاساطير وبفيديو جديد. طبعا يا شباب اليوم جايب لكم احدث التسريبات من لعبة راس موبايل الجديدة، ورح نحكي كمان عن موعد نزول اللعبة. بداية يا شباب، هذا هو جروب بروجكت ايفو الاصلي، فهون عم يتم تنزيل التسريبات اول باول، واي شخص حاب يدخل هذا المجموعة تترككم الروابط تبعها بعنوان الوصف او باول تعليق كمان مثبت، بالاضافة الى اكبر ديسكورد عربي للعبة راس موبايل. اول تسريب معنا اليوم هي عن ركوب الخيول. حسب ما انا شايف الجرافيكس متحسن كتير. حبيبي والله طلع في اسود باللعبة، يا ليل الجرافيكس. ليكو هداك حصان كمان حلو. هون بدهم يعطونا نظرة عن الليل والزومبي. وهيك بيكون صار عنا نظرة كاملة عن أول تسريب. يلا نروح على التسريب الثاني واللي بيحكي عن الدروبات والفايت عند الدروب. المنظور من فوق ذكرني بلعبة فري فاير. شكله هذا اللي هون مكمبر، وهون عندكم أبو بريس بعين واحدة بيتقدم. موعد نزول اللعبة يا شباب، انا تواصلت مع احد مطورين اللعبة فهذا هو كان رده عن موعد نزول اللعبة. فيلا يا شباب، هذا كان كل شيء لليوم. بتمنى منك انك تشترك بالقناة مشان ما يفوتك اي فيديو جديد، ولا تنسانا من زر اللايك اللي بتقدر تعبنا فيه. بترككم في امان الله، والسلام عليكم.